الصباح ما نعسش بكري، ماشي كلشي وسخ، وانما غير المواعيد خصهم يترتبوا يرجعوا بلاصتهم شي وحدين، وهادو اللي فوسط لافابو هما اللي موسخين خصهم يتوصلوا. تقولي ايه من بعد زعما كتشرب من؟ لا والله انا كنوصلها عيل البارح، والله عييت عييت دكدكت تسخسخت مع ثلاث ايام كامله ما كنتش كنعس بزاف صافي، هي هذيك وخليتها المواعيد البارح. المهم خليكم دابا ما نطولش عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ما بغيتوش يجي طويل وتملو، كنحاول اني نختصر في الفيديوهات كامله راه كيجيو طوالي وكنحاول اني نختصر فيهم، ما صعيب شويه غنخلصو دابا ان شاء الله، وها نتوما تشوفوا معايا المقاد ان شاء الله كاملين وتبعوا هادشي حتى الاخر. وبالنسبه للمقادير ديال العطريه اللي كندير في الدجاج داكشي راه نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي فيه المقادير كامل، حيت الدجاج درت بسيط لاص بنفس الشكل. هذا كيعيط، يلا المهم راه نمشي نشوف شنو خصو، وهذا وهانتم معايا تشوفوا ان شاء الله كلشي يلا. المهم البنات بالنسبه للمقادير ديال الورقه ديال العجينه ان شاء الله، غنحتاجوا طحين الفرز، غنحتاجوا قبصه الملح، غنحتاجوا معلقه ديال الزيت، وغنحتاجوا الماء يكون دافي غير شويه ماشي بزاف بحال غادي البروده صافي، ما تزيدوا عليها حتى شي حاجه، غنعجنوها مزيان وغنخليوها شويه خفيفه باش اننا نقدروا نتحكموا فيها باش نضربوها فوق الطاوله ان شاء الله. المهم غنشوفوا دابا الطريقه كي عندي اللعب. بسم الله. المهم البنات كيف ما شفتوا ها هو، ديروها شويه خفيفه هكا، ما تكون خفيفه ما تكون تغشي في كل شيء، تقدري تحكمي فيها في يدك وفي نفس الوقت راه مزيانه. المهم حاولوا انكم ديروا الجهد ديال القياس اللي بغيتو نتوما ديال الطحين، ديروا مع هاد يعني داكشي غتقدروا تبغوا تخدموا به نتوما، يعني شوفوا قياسكم نتوما. بالنسبه للزيت ما تكثروش الزيت غير واحد شويه وصافي، باش ما كتجي من هذيك الورقه ما كتجيش ناشفه بزاف فاش كتكون طايبه. بالنسبه لحاجه اخرى كما قلت لكم ما تجريوهاش بزاف، تكون بحال هكا راه مزيانه. حاجه اخرى ضروري تخدموا هاد العجينه هذه ساعه قبل ما تصاوبوا، قبل ما ساعه قبل ما تطيبوها باش كتكون مرتاحه. دابا انا غنصاوبها، انا خدمتها وغنخليها ترتاح، وغنمشي ان شاء الله غنطلب دوك المعينات، يلا غنجيب الوقت هو هذاك ونجمع شويه هنايا، وديك الساعه نبدا نطيبها وهانتوما ملي تشوفوا كلشي يعني ما يكونش هي حتى الاخر ان شاء الله. المهم تكون بهذه الطريقه هذه ها هي.
سلام البنات. مهم كما شفتوا راه ها هي ديك هذيك ديالنا، ديك الشرموله وداك الحوق وداك الدجاج وداك الشعريه وداك الزيت المقطع. المهم كلشي الا اي كامله درتها هنايا. بغيتو ديروا هذه وحده كامله، ديروها بسطيله كبيره. انا هنايا راه طيب الورقه ها هي كما شفتوا، ها هي هذه راه هنا كثيرين، هنا راه بزاف. ها هو قلت لكم ها هي الورقه، شو كنقسمها على جوج وكندير لها هكا، كنقسمها على جوج. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، كنقسمها على جوج وكندير الحشوه هنا وكنشد هذا النص هذا ونغطي عليها هكا من هذه الجهه وكنطوي. حاولوا ما تزيروش على البريوه باش ما تطردكش ليكم. وهذا هنا الطحين والماء باش كنسدوهم. حاولوا ما تزيروش على البريوه باش ما تطردكش ليكم البنات.
المهم كيما شفتو هكا كديروا الحشوه هنا وكطويو عليها هذا وكطويو. هكا كتجي بحال هكا، ما تزيروش ما فاش تكونوا كطبوا وما تزيروش على البريره. المهم البنات كيما شفتو هنا كتستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كتنتهيو العمليه، ولا بغيتو ديروا بسطه كبيره كتجمعوها كامله في وحده وكتهنيو راسكم. المهم امي غنساليو ان شاء الله الا شاط لي شي حاجه وراكم الطريقه ديالك. انا هادو ما غنطيبهمش دابا، غنشدهم وغنستفهم في الطاوله وحده 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 وندخلهم للفريكو يتكونجلا، ومنين نجمدو غنشدهم ونجمعهم في شاصيه، وفاش نبغيهم راه نجبي عندنا نطيبهم ان شاء الله.